مرحبا اخي. امولي ميت اهلين. تقبر قلبي. اهلين. اهلين اخي. دخيلي. يا حنون انت. نور البيت. بوجودك اخي. منى حبيبتي. اوعك اوعك تمد ايدك. خير. انا اسفه خالو ما في يسلم عليك لحتى غسل. حكم اليوم طول النهار على تماس مباشر بالميكروبات. على تماس شو؟ انت عالشنطاية يا اخي وجوا بشرح لك. ايه حاضر. انا النتيع. انا النتيع. اهلين امولة. اهلين حبيبتي. طمنيني كيف الوضع عندكم؟ والله مو منيح يا مرت اخي. الله وكيلكم، لا بالليل ولا بالنهار مننام الا على صوت الخبط كل الوقت. ومثل ما بتعرفوا منى بنتي بكالوريا، قلت شو بدي ساوي فيها؟ لازم تدرس البنت. قلت مالي غير بيت اخي جهاد الحنون اني جيبها وتجي تدرس عندكم. اهلا وميت سهلة. تقبري قلبي ان شاء الله. لا يا امولة، هذا البيت بيتك. يا حبيب قلبي يا حنون انت. بعدين منى بس تدرس معها وتفتح لنا مخها شوي. صحي عمتي وين منى؟ ما شفتها، ما اجت معي؟ يخرب بيت قلبك، لك سالتي عنها 100 مره وقلنا لك عم تحمى. وانت شو عم تسوي؟ بابا شو عم تسوي؟ ما عم سوي شيء اسف. اود باحترام قدام عمتها. ايه طبعا. شي اهلين عمتو. اهلين حبيبي. حبيبي بنت اختك صار لها صاحب الحمى. لك ايه ليكون عم تتسبق. انا ما تصرف مي مشان الخزان الله يوفقك. خلص خلص عيب، هلا وصلوا لسه. اهلين امل. عمتو قال منى بدها الشامبو والصابون تبعها لانه الشامبو والصابون تبعنا نسبه سلفات الصوديوم فيه متدنيه. الله لا يعطيني العافيه على هالنسوه، نسيت لها الشامبو والصابون تبعها. ما في مشكله يا اختي، عندنا شامبو وعندنا صابون من كل الانواع، خليها تختار منه روحي. ما بيمشي الحال اخي، ما بيمشي الحال، لازم الصابونه والشامبو تبعها لان عندها فوبيا. هي العينه اجت لعندي بالوقت المناسب. يخرب بيتي. بدك ضروري تحكي لها انت. هلا بنتك رح تصير فار تجاري. شو بابا؟ سكتي. يخرب بيت قلبك. قوم ولا قوم جيب شامبو لبنت عمتك. يلا قوم اكتبي لها اسمك. ما بدي اعذبكم اخي. لا خلاص خليك تكتبي الاسم. اكتبي الاسم. هي منى حبيبة جهاد بنت امل. كأنه بلشنا مصاريف بلا طعم من اولها. كأنه مصاريف كله شامبو وصابون. بدي نضلوا عندك ارغي. هذا اسمه عمتي. ايه عمتي. لك والله يا اختي منى ما كانت هيك. شو اللي صار معها حتى مرضت بهذا الوسواس القهري تبع النظافه؟ ليش ما حكيت لك ولك اخي؟ يا علي ان شاء الله يا علي. هاي رفيقتها اللي قاعده معها بنفس المقعد ماتت بسبب مرض متفشي عندهم بالمنطقه اللي نزحوا منها. جراثيم وما جراثيم. يبعث لهم حمى ان شاء الله بينترموا ترم هدول اللي كانوا السبب. ومن يومها وهي على هالحاله. انا الحساب لها. اهلين. قبل ما تطلع لبرا، هلا إذا طلعت فيهم لبرا رح تجيب كل الميكروبات وما رح نكون استفدنا شيء. خالو هدول الأكياس بس جوات البيت، إذا طلعت فيهم لبرا بدي أرجع عيد تعقيم كل البيت. دخيلك خالو وين تعيد التعقيم؟ صار البيت ريحته مثل المستشفى. خالو ما بدك تاخذ اكياس للضيف مشان اذا فات؟ صح. اوكي جينا
مرحبا. والله البس 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 والله البس يكون عنكم شات الخنازير خنزير يا زلطيك هلا يا البسيون يا روحي لا تسأليني لا برو جارنا بدي اقول لك بسم الله بعد ايديك اختك عنكم بالبيت ايه فهمت عليكي اختي جاي زياره لا رح تسكن عندنا ولا رح تسكنها بالملحق ولا رح نعشكم لا الله معي طمنتني رجع على مستشفى المجانين تبعها بيت قلبي هاي خلاص الصالة من أنسة منى في أي ملاحظات؟ طبعاً صار دور غرفتك فوت نظفها غرفتي؟ لا أنا متعود على الجراثيم عشرة عمر أنا وياهم طلعي فيني أنا بحد ذاتي جرثومة وأنا كمان ربيانة بين الجراثيم إذا ما كانوا عم بينقلوا بيناتي نقل وعم بينطوا نطوطة بمرض يلا كل واحد على شغله قوموا قوموا أطفالي حاولوا يجوا قومي بابا قومي يا وين رايحين؟ على المسبح يلا أهلين أبا أهلين أخي بنتك شاردي كأنه مو هي كأنك مبدلتيها شو صاير له آه يا أخي يا علي إن شاء الله الله وكيلك من لما شافت ابن الجيران وهي بهالحالة حبيت ابن الجيران وك يا ريت الله يسمع منك يا أخي شافته عم يتصاوب قدامه الله لا يوفقهم اللي كانوا السبب إن شاء الله بينتترون الترنترن يا لطيف وهذا الشيء ما أثر على دراستها شلون ما أثروا لك أخي السنة يا دوب بتنجح شحط الله أكبر شوفي أمي ليكون بدنا نرجع نعقم الصالون والله بطفش أنا ها رندا وجع وجع بغض النظر عن الإجرام اللي أجرمته فينا هون البنت وضعها بيأسي وبزعل أنا وأبوكم كنا متفقين إنه هي بس تجي رمية متفقين إنه هي بس تجي بتساعدكم مشان تدرسوا تحفزكم تهذب لكم نفسياتكم تفتح لكم مخاخكم تبعت المعتره بالدمين يساعدها مخها منى ايان بدي تساعدوها امي انا كنت متوقعه لمنى انه تصير شغله مهمه بس يعني اهم شغله عملتها من وقت ما اجت لعنا انه شغلتنا لفريات شكرا يا الله الحمد لله يا رب اول مره بعمري انتم بتفهموا علي انا بحبك كثير يعني ماما انا هلا ما فهمت انت شو بدك بالضبط ارحميني دقيقتين بس خلي الفرحة تمري اللي بدي اياه انه انتي تحديدا بتروحي بتدرسي ما بتعملي اي شيء بتركزي بدرسك ما بدي اسمع صوتك ولا نفسك ولا اشوف خلقتك روح من خلقتي بدي نام يلا خدي الخوذة تبعك يلا شلي لي خوذتي يلا امي بدي نام يلا تصبحي على خير تصبحي على خير يلا ان شاء الله بمشي بعزفك الهي الله وكيلك هذا اللي صار معنا يا اخي اكلتها رعبه ومن وقتها وهي بهالحاله اخ على البلد وين كنا وين صرنا ولكو بايدينا نستاهل اخي نستاهل شوفي هذا هو الجيل اللي بده يورجينا العجائب بالمستقبل لبيبة شو عم تعملي؟ عم بدرس بابا عم بدرس بابا؟ الظاهر الدروس موجودة عشبين بنت عمتك؟ لا بابا بس هي قاعدة عم تكتب وتكتب فقلت أنا بعمل مثل بركي بستفاد ما استفدت فاتوا من هون طلعوا من هوني بابا برأيك ليه ما استفدت؟ عليك العوض ومنك العوض عليك العوض ومنك العوض يا رب سلمى شوفي لي هذا السؤال محلول عندك شيء؟ ها
هاتي لشوف. لا شوفي شو خالو، مسكت لي الدفتر بايده، وانت بتعرف لازم مسكته بايده رح ينتقل كل البكتيريا على ايدي. ليش مسكتي بايدي؟ كم شو بدي امسكه برجلك؟ شو ما بدك حط كفوف. هلا انا اذا طلعت هيك بصير هي شو اسمها البكتيريا اللي حكيتي عنها؟ ما بصير، لا ما بصير بالنظر، ما بصير. امسكي شوفي لي هذا السؤال محلول ولا لا. شوفي شوفي اختي، انا بدي اروح نام. تصبح على خير اخي، ولو انا نعست كمان. انا رايح نام، لا تطولوا وادرسوا وفوتوا ناموا. آخ آخ، مش عم تفكر حبيبي بمنى؟ لك شو ذنبهم الولاد يصير معهم هيك؟ لا وكنت مبسوط انه جاي لعنا ويمكن تأثر على اولادنا بذكائها. بتعرفي خايف انه في بكره الصبح لاقيهم حارين حالهم من الاكتئاب. رندا احسنين رندا. تعي وحدك ولا تجي مع حدا، وإن جيتي شوفي شوفي شوفي. شوفي مقطوع كهرباء. وين البيل؟ هادي البيل. شوفي شوفي من العتمة. شو هذا اسمه؟ بس انتي ولا حرف. لاما فيا مرعومة وجاي بدها تنظر. شو بدنا نعمل هلا؟ اخي لازم تضوي البيت اكتر. طيب حبيبتي ما فيك تنامي هلا والصباح رباح بيطلع الضوء. ما فيني ما فيني خالو، بدي ضوء بدي ضوء. اخي نزل لي هالضوء. اخي لازم يضل في عندها ضوء، لازم حدا يضل سهران جنبك، كل ما انطفى ضو يشعل ضو تاني. الله يوفقك، والا والله بصير لها شيء علي. يا حبيبة قلبي شو بدك هلا بابا؟ بعده ما غلطتي. ليش طفيته؟ ليش طفيته؟ ليش طفيته؟ ليش طفيته ولا؟ انت قتلت فيه بابا. ما قلت لك بعد عقلتي يا عمتي عمي، يخرب بيت قلبك. اختي 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 دخيلك، يعني ما فيها تنام بالعتمة؟ والله اذا صحيت وشافت انه الكهرباء مقطوعه بتجن. فوبيا فوبيا، ولك اخي فوبيا، ما حدا بيعرف شو يعني الفوبيا. تصبحوا على خير. يس يس زوجي ان شاء الله. خميس خربطوني خربطة. يا
شوفي لك لا تتركني لحالي، قومي مشان الله قومي. يا ربي نهست، انا نهست. لك ما تحسني تستني شوي بس لتجي الكهرباء، لك بس شوي. امتى بدها تجي الكهرباء وخلص؟ شمعة؟ خالو؟ خالو؟ اي خالو؟ الشمعة، الشمعة انطفت خالو، انطفت. حاضر خالو، حاضر. شو هالليلة هاي؟ الله يذكرك بالخير يا سعيد. بابا وين خالو؟ لك خالو لك، شعلة خالو شعلة الله يخليك. يلا خالو شعلة. حاضر حاضر حاضر. يلا خالو منيح؟ منيح منيح. هاي هون ناحية خالو، وهي واحدة ثانية مشان ما تفيقوني. ايه شعلة شعلة حاضر شعلة حاضر 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 خالو. ها وهي واحدة مشان بكرة ما تفيقوني. ايه شعلة خالو شعلة. حاضر حاضر. يعني انه هي شغلة الفوبيا تبع العتمة كانت لازمة. هلا فوبيا المرتفعات مو احسن خالو؟ انت من فوق هيك بتوقفي بتخافي وسلتي واحدة. ها ضروري هيك نصير حرس عليكي؟ كل ما انقطعت الكهرباء بدك تبهدلينا. يا الله بابا بدينا. يا الله الله لا يوفق اللي كان السبب، الله لا يوفق اللي كان السبب. لك ينصر دينك، لك ينصر دينك، ينصر دينك. اطفوا كل شيء فوتوا ناموا، يلا تصبح على خير. ينصر دينك، الله يوفقك وين ما وجهت وشك. الله لا يوفقك وين ما وجهت وشك.